السلام عليكم. النهاردة هنتكلم إن شاء الله عن الجزء الثاني من الكلاس، شرح الكلاس. آخر مرة كنت عرفت يعني إيه كلاس، وعرفت إن الفرق ما بين الكلاس واللي قبل كده إن أنا ممكن أعرف الممبر اللي عندي، والممبر اللي عندي بتبقى يا برايفت يا بابليك يا بروتكتد، ومن ضمن الممبر ممكن أعرف فانكشن على عكس الاستراكشر وعلى عكس الأري. طبعا في حاجة دي النهاردة هنعرفها عن الأري، حاجة اسمها الأبستراكشن. يعني ايه ابستراكشن؟ زي كده لما اجي اكتب ابستراكت لاي ريسيرش عندي، بكتب ملخص البحث اللي انا عامله. فهنا برضو نفس الكلام، فالابستراكشن هنا ان انا بفصل الديزاين ديتيل عن الاستخدام بتاعها. بمعنى ايه؟ لما كنت عرفت المره اللي فاتت في الفيديو اللي قبل كده، عرفت الكلاس اللي اسمه كلوك تايب، فكان عندي فيه 3 ممبر فاريبل برايفت، وكان عندي فيه 7 اوبريشن. السبع اوبريشن اللي عندي كان طبعا الثلاث ممبر اللي عندي كانوا الاور والمينيت والسكند، وكان عندي 7 فانكشن اللي هم كانوا سيت تايم وريتريف تايم وبرنت تايم وانكريمنت الثواني بعده والدقايق بعده والساعات بعده وكمبير تو تايم عشان اشوف لو التايم ايكوال ما بينهم. ففي الحاله دي انا دلوقتي هبتدي افصل الاوبريشن في فايل لوحده زي ما هنشوف كمان شويه. ففي حاجه اسمها ابستراكت داتا تايب. ابستراكت داتا تايب انا بستعمل الداتا تايب اللي عندي بسبريت اللوجيكال بروبرتيز فروم الامبلمنتيشن ديتيل. يعني ايه؟ بفصل البروسيس اللي انا هنفذها لوحدها عن الامبلمنتيشن ديتيل زي ما هنشوف دلوقتي بشكل اوضح. فلما اعرف الكلوك تايب، الكلاس اللي انا عرفت بتاع كلوك تايب، عايز اكريت الابستراكت داتا تايب بتاعه. ففي الحاله دي بعرف اول حاجه الداتا تايب نيم، اسم الكلاس اللي عندي كان ايه، فكان اسمه كلوك تايب، وبعرف الدومين هو ايه الهدف بتاعي. الدومين اللي هو سيت اوف فاليو بيلونج تو الابستراكت داتا تايب. هو انا كنت هنفذ ايه؟ انا كان كل كلوك تايب عندي كان بيحسب التايم بتاع الداي في صوره ساعات ودقائق وثواني. طب وايه الاوبريشن اللي انا كنت بنفذها؟ ايه السبع اوبريشن اللي انا كنت بنفذ؟ يبقى في الحاله دي الابستراكت داتا تايب بينقسم لثلاث حاجات، للداتا تايب نيم اسم الكلاس اللي عندي، والدومين الفانكشن اللي انا كنت هنفذها، وايه البروسيس اللي انا كنت هنفذها، سيت اوف اوبريشن اللي انا كنت هنفذها، وبيبقى الاوبريشن اخر حاجه موجوده معايا. طيب لما اجي اخد كده لقطه سريعه او مقارنه سريعه ما بين الدات ما بين الاستراكت والكلاس اللي عندي، فلاقي ان الاثنين شبيهين جدا ببعض مع تلات اربع اختلافات. الاختلافات الرئيسيه ان كل الممبر بتاعت الاستراكشر اللي عندي بتبقى ايه؟ بتبقى بابليك، على عكس ان الممبر بتاعت الكلاس بيبقى فيها برايفت، او ان الممبر بتاعت الكلاس بيبقى كلها برايفت، على عكس الاستراكشر اللي بيبقى كل الممبر اللي فيها بابليك. هلاقي ان من ضمن الفروق تاني ان السي بلس بلس كلاس ممكن انا اعرف جواها الفانكشن كممبر، على عكس ان الاستراكت ما اقدرش ان انا انفذ فيها او ان انا اعرف فيها الفانكشن هي ممبر. ممكن من الاليمنت اللي جوه الكلاس لو حبيت ان انا اعرف شويه ممبر ان هي بابليك، يبقى في الحاله دي بستعمل السبيسيفاير بتاع بابليك زي ما شرحنا المره اللي فاتت، ان انا ممكن اعرفها يا اما بابليك يا اما بروتكتد، والديفولت بتاعها بيبقى برايفت. كذلك الاستراكشر لما يكون عندي الممبر كلها بابليك وحبيت ان انا اعرف حاجه برايفت، ممكن استعمل برضه نفس الممبر سبيسيفاير برايفت جوه الاستراكشر عشان اعرف الممبر اللي عندي ان هي برايفت. طيب هل حاجه كويسه لما اجي اكريت كلاس ان يبقى كل البيانات متاحه لاي يوزر ان هو يدخل يأديت عليها؟ اكيد لا، اكيد لا، الكلام دوت مش هيبقى مظبوط. فبيبقى في بعض الانفورميشن بتحتاج ان انت تخلي اليوزر ما يقدرش يوصل، لان مش هتفيد اليوزر في حاجه. اليوزر ليه الانترفيس والابلكيشن اللي هيبتدي يشتغل عليه، لكن بعض ال implementation detail مش محتاج ان اليوزر عندي يوصل لها. فهنا يظهر عندي حاجه اسمها information hiding. ازاي اقدر اهايد بعض الانفورميشن وما تظهرش لليوزر؟ فلو خدت الكلاس بتاع كلوك تايب كمثال عندي عشان اعمل له امبلمنتيشن، ففي الحاله دي هيظهر عندي في بعض الاوبريشن اللي بيكون مسموح ان انا انفذ عليها بروسيس، وبعض الحاجات التانية بتكون كونسن ما اقدرش ان انا انفذ عليها بروسيس.
ففي الحالة دي هيظهر عندي في نوعين من الملفات، هيظهر عندي في نوعين من الملفات، في ملف هكتب فيه الكلاس اللي عندي، بس الكلاس دوت هو انا مش عرفت جواه في فانكشن، يعني مش عرفت ان انا في عندي 7 فانكشن، ال7 فانكشن دول انا كتبتهم بروتوتايب بس جوه الكلاس، لكن الديفينيشن بعرفه بعد الكلاس. لا، انا هاخد الديفينيشن بتاع ال7 فانكشن اللي عندي دول وابتدي اعرفهم في ملف خارجي هسميه implementation file، هسميه implementation file، فهيبقى separate file هسميه implementation file. كده كده لما باجي اعرف الكلاس فايل اللي عندي واجي اعمل له انكلود جوه البروجرام، فبعمل له انكلود باستعمال حاجه اسمها الهيدر فايل او الانترفيس فايل على حسب الريفرنس اللي انت بتتعامل معاه. فعرفت كلاس اللي هي كلوك تايب، لما اجي انده لها جوه البروجرام فبعرفها باكستنشن دوت اتش، بعرفها باكستنشن دوت اتش، فلما اجي انده عليها اكتبها جوه البروجرام، اكتبها جوه البروجرام بكلوك تايب دوت اتش بعد الهاش انكلود اي او اس 2. طبعا بيبقى في ملف اسمه كلوك تايب امبلمنتيشن، وفي ملف تاني وبيكون طبعا الاكستنشن بتاعه دوت سي بي بي زي ما هنشوف دلوقتي. والامبلمنتيشن ده بحط فيه الشرح بتاع الفانكشن، السبع فانكشن اللي عندي بحط الشرح بتاع السبع فانكشن جوه كلوك تايب امبلمنتيشن. لما اجي اعمل انكلود للكلاس جوه البروجرام فلازم بستعمل معاها انكلود، وبستعمل معاها انكلود فبكتب هاش انكلود بالشكل ده، بس بستعمل معاها دبل كوتيشن وليس ريكتانجل، وليس سوري انجلر براكت، بستعمل معاها دبل كوتيشن وليس الانجلر براكت زي اللي هي الاي او ستريم. اي او ستريم مش بتتكتب بالشكل ده، يبقى ايه الفرق بين الانجولار براكت وما بين الدبل كوتيشن؟ فرق ان الانجولار براكت دي بيكون سي بلس بلس ديفايند انفورميشن او ديفايند داتا، لكن لما اجي اكتبها ما بين دبل كوتيشن واعملها انكلود دي بسميها يوزر ديفايند هيدر فايل، يعني اليوزر هو اللي عملها كريت، اليوزر هو اللي عمل كريت الهيدر فايل. في الحاله دي لما اجي اكتب بروجرام عرفت كلاس اللي عندي، عرفت الكلاس اللي عندي كلوك تايب، وعرفت الفانكشن اللي اسمها سيت تايم، عرفت الفانكشن اللي اسمها جيت تايم، السبع فانكشن اللي عندي وبرين تايم وانكريمنت سكند وانكريمنت مينيت وانكريمنت اور وكومبير وكومبير التو فانكشن، طبعا هو ناقص هنا فانكشن ما كتبتش بس سابع فانكشن، وعرفت ال كونستراكتور اللي عندي، وعرفت البرايفت ممبر اور والمينيت والسكند. لحد هنا انا عرفت كلاس فايل، لحد هنا انا عرفت الكلاس فايل. طيب عشان كرييت الامبلمنتيشن فايل، يبقى دلوقتي انا حددت السبيسيفيكيشن، ناقص بقى ان احدد الامبلمنتيشن فايل بتاع اللي اكتب فيه الديفينيشن بتاع السبعه فانكشن اللي موجودين عندي. في الحاله دي هروح معرف هنا كلوك تايب امبلمنتيشن، ولازم يكون بنفس الاسم، وما انساش طبعا لما اجي اعرف الكلاس فايل لازم يكون بنفس الاسم، لازم يكون بنفس الاسم الامبلمنتيشن فايل بيكون اكستنشن بتاع دوت سي بي بي، ولازم يكون بنفس اسم الكلاس اللي عندي. يبقى لما اجي اكتب الهيدر فايل اللي عندي لازم يكون بنفس الاسم بتاع الكلاس اللي انا عملت له كرييت. في الحاله دي هعرف عندي الهاش انكلود اي او ستريم، وهعرف الهاش انكلود كلوك تايب دوت اتش، فانا هنا عرفت ان دي هنا يوزر ديفاين هيدر فايل او كلاس، وعرفت هنا الهيدر فايل العادي ويوزنج نيم سبيس اس دي، وابتدي اكتب بروجرام. طيب في الحاله دي اليوزر هل هيشوف، في الحاله دي اليوزر هل هيشوف؟ طبعا لما اجي اعرف الامبلمنتيشن فايل واجي اكتب الشرح بتاع السبع ديفينيشن، لا السبع فانكشن اللي موجودين عندي، لو انا ما كتبتش اللاين ده يظهر معايا ايرور، يظهر معايا ايرور، لان هيجي هيسال هو ايه الفانكشن اللي اسمها مثلا انكريمنت الاور، الفانكشن دي انا اول مره اسمعها، لكن لما اعمل انكلود للهيدر فايل يبقى في الحاله دي الامبلمنتيشن فايل هيشتغل عادي، الامبلمنتيشن فايل هيشتغل عادي. يبقى في الحاله دي نراجع مره تاني، انا عرفت الهيدر فايل اللي عندي، عرفت الهيدر فايل اللي موجود عندي اللي هو كلوك تايب دوت اتش، وبعد كده عرفت الامبلمنتيشن فايل دوت سي بي بي، وبعد كده عرف البروجرام الاساسي بتاعي اليوزر
البروجرام العادي واعرف فيه الهاش انكلود اي او ستريم والكلوك تايب دوت اتش. هل لما اليوزر يجي يتعامل جوه البروجرام هنا هل هيبقى شايف الامبلمنتيشن فايل بتاع الكلاس دوت؟ لا مش هيبقى شايفه، مش هيبقى شايف. يبقى انا هنا نفذت الانفورميشن هايد، عملت هايد للانفورميشن بتاعت الامبلمنتيشن فايل، اليوزر ما شافهاش، لكن اليوزر شاف مين؟ شاف الهيدر فايل بس. طب هل اقدر ان انا جنريت اكزكيوتابل فايل من البروجرام اللي عندي؟ البروجرام اللي عندي بيبقى دوت سي بي بي. هل ان انا اقدر احول ده ل تيست دوت اي اكس اي هيبقى اكزكيوتابل فايل؟ اه اقدر ان انا احولها. طيب بس لما يكون عندي كلوك تايب دوت اتش، يعني عندي في هيدر فايل معرفه جوه البروجرام، يبقى في الحاله دي اقدر ان انا احولها ل اكس اي فايل، بس الامبلمنتيشن فايل لازم برضو اعمل له لينك مع البروجرام يعني. ازاي؟ عن طريق خطوتين. اول خطوه ان انا بكريت الاوبجكت فايل من الامبلمنتيشن فايل. انا دلوقتي عندي كلوك تايب امبلمنتيشن دوت سي بي بي، في الحاله دي هكريت منها كلوك تايب دوت اوبجكت باستعمال ايه؟ باستعمال عن طريق الشاشه بتاعت الكومبايلر هكتب سي سي داش سي واعرف كلوك تايب امبلمنتيشن دوت سي بي بي. يبقى في الحاله دي انا عملت كرييت للكلوك تايب امبلمنتيشن دوت اوبجكت. تاني خطوه عشان كرييت الاي اكس اي فايل او الاكزكيوتابل كود اللي عندي لل تيست دوت سي بي بي، يبقى في الحاله دي لازم اكرييت الاوبجكت فايل ده تيست دوت اوبجكت والينك التيست الينك تيست دوت اوبجكت مع كلوك تايب امبلمنتيشن دوت اوبجكت. يبقى في الحاله دي ممكن ان انا اكريت الاوبجكت واعمل لها لينك مع الاوبجكت بتاع الامبلمنتيشن فايل مره واحده، او ان هي في لاين واحد اكتبها سي سي، اكتب سي سي تيست دوت سي بي بي فعرفت هنا السي بي بي فايل اللي عندي، واسيب سبيس واعرف الكلوك تايب امبلمنتيشن دوت اوبجكت. يبقى في الحاله دي انا هيحصل معايا كرييشن للاكس اي التست دوت اي اكس اي فايل. طيب مثال تاني عشان برضو نشوف الديفينيشن بتاع الديفينيشن والديكلاريشن للكلاس بيمشي ازاي. كنا شرحنا قبل كده بروجرام في شابتر 6 بيتكلم عن رول دايس، وكان عندي تو دايس حجرين نرد حجرين زهر برميهم، فكل زهر بيظهر فيه الارقام من 1 لحد 6، وعايز اكريت فانكشن للداي للزهر اللي عندي، بحيث ان لما ارمي الزهر هيبتدي يحسب معايا الرميه بتاعت الزهر كانت بكام، هيرتيرن معايا فاليو من 1 لحد 6. يبقى في الحاله دي عرفت عندي كلاس داي، وعرفت بابليك داي، وهنا عرفت ده ديفولت كونستراكتور، وعرفت الرول الرميه اللي رميتها. وبعد ما رميت الرميه دي انا عايز اعرف الرقم اللي هيظهر عندي هيبقى بكام. يبقى في الحاله دي هستعمل فانكشن اسمها جيت نمبر، وهيكون الفاليو كونستانت. طبعا هو مش هيأديت في حاجه، لكن هو هيريتيرن بالفاليو اللي عندي وانتجر نمبر. وعرفت النمبر اللي عندي انا هرمي الزهر عندي كام مره. لما اجي اعرف الكونستراكتور يبقى داي، واستعمل السكوب ريزوليوشن اوبريتور واعرف الكونستراكتور اللي عندي، واعرف في حاله ان انا ما عرفتش اي زهر عندي هيبقى النمبر 1 و ستاتيك راندوم تايم 0. يبقى في الحاله دي هو هنا بيريتيرن معايا راندوم نمبر، بيرجع معايا راندوم نمبر، والسيد اللي عندي سيد اللي هي البذره اللي هيبتدي على اساسها الراندوم فانكشن اللي عندي تجنريت معايا ارقام عشوائيه هيكون التايم اوف الزيرو. وتايم اوف الزيرو ده نفتكر كده ان كان عندي التايم، لو قلت ان التايم هنا زيرو ده اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، وهنا التايم بي ماينس انفينيتي ده الماضي، والتايم هنا بانفينيتي دوت هنا المستقبل، واحنا بنتكلم في اللحظه الحاليه تي ايكوال زيرو. يبقى في الحاله دي الكمبيوتر بيكاونت بامر تايم زيرو، بيكاونت التايم من 1 يناير 1970 لحد اللحظه اللي احنا فيها بالثواني، ويعتبرها ان هي سيد بالنسبه للستاتيك راندوم اللي موجود عندي. طيب فده كان الكونستراكت اللي عندي. تاني اول فانكشن بعد كده هعرف الداي واعرف الرول فانكشن اللي عندي. ففي الحاله دي القيمه اللي جت عندي راندوم هنا انا عايز ان هي تكون الرينج بتاعها من 1 لحد 6،
لكن انا عندي الراندوم في العادي هيجنريت معايا ارقام بعد ما اجيب لها ريميندر على الستة، هيجنريت معايا ارقام من 0 لحد 5، بس انا عندي الارقام بتاعت اي دايت بتكون من 1 لحد 6. يبقى في الحالة دي هعمل اد ل1 على من 0 لحد 5، يبقى في الحالة دي الريزلت اللي هيطلع معايا هيبقى من 1 لحد 6، فجمعت ال1 وجبت القيمة اللي عندي، جبت لها ريميندر ال6. وبعد ما حسبت النمبر اللي عندي هريتيرن بالنمبر اللي موجود عندي. طبعا جيت النمبر في الحالة دي هيريتيرن النمبر اللي عندي، جاست هو بس بيريتيرن النمبر. فلما اجي اعرف البروجرام، ففي الحالة دي هيبقى هاش انكلود ايو ستريم واعرف الداي دوت اتش ويوزنج نيم سبيس اس دي. طبعا هو هنا في غلطة بسيطة في البروجرام، الا وهي لما باجي اعرف هنا لسات راندوم واعرف الفانكشن بتاع التايم، لازم اعرف هيدر فايل، هنا اعرف هيدر فايل سي تايم واعرف هيدر فايل سي اس تي دي لايبرري. دي عشان التايم فانكشن، ودي عشان الراند او السيت راندوم فانكشن. فيبقاش انكلود ايو ستريم وسي تايم وسي اس تي دي لايبرري والداي دوت اتش، عملت انكلود للكلاس اللي عندي يوزنج نيم سبيس اس دي وانت مين، وعرفت داي 1 وداي 2 الداتا تايب بتاعهم داي. ففي الحاله دي الداي اللي عندي مش كلاس، في الحاله دي انا عملت كرييت لي 2 كلاس اوبجكت، يبقى الفاريبل اللي هنا بتاع الكلاس بسميه كلاس اوبجكت. يبقى انا عملت كرييت لي 2 كلاس اوبجكت داي 1 وداي 2 وكتبت هنا داي 1 دوت جيت النمبر. هل انا هنا عرفت فاليو لداي 1 ولا انا رحت على طول انفذ الكونستراكشن الكونستراكتور بتاع الداي 1 وكذلك داي 2؟ في الحاله دي لما اشوف كده الكونستراكتور اللي عندي في العادي هو هيجنريت معايا نمبر كام؟ هيجنريت معايا نمبر 1. طيب يبقى في الحاله دي مفترض الاكسبكتد ريزلت ان هيطلع معايا هنا هيبقى كام؟ هيبقى 1 في الحالتين، لان هو هنا عمل جنريت لديفولت كونستراكتور في الحالتين. طيب بعد كده كتبت داي 1 دوت رول، ففي الحاله دي هيجنريت معايا راندوم نمبر طبقا للفانكشن اللي هي بتاعت الرول فانكشن، وهيظهر معايا رقم من 1 لحد 6. فهيظهر معايا الداي الاولاني 3 والداي الثاني 4، يبقى في الحاله دي رميت الظهر الاولاني والظهر الثاني، فظهر معايا دوت هنا 3 والظهر الثاني ب 4. السميشن اوف ذا نمبر رولد باي ذا دايس از، يبقى انا دلوقتي رميت ظهرين عايز احسب حاصل الجمع بتاعهم، هيبقى داي 1 دوت جيت النمبر بلس داي 2 دوت جيت النمبر، والريزلت هيظهر معايا هيكون طبعا 7. افتر اجين رولينج، بعد ما رميت الزهر مره تاني طبعا هنا بيبرنت الكلام ده ذا سميشن اوف ذا نمبر رولد از. انا دلوقتي عايز ارمي الزهر مره تاني واحسب القيمه الجديده هتبقى كام، فكتبتها داي 1 دوت رول بلس داي 2 دوت رول، وفي الحاله دي هاجمع الريزلت بتاعهم، ففي الحاله دي هيطلع الريزلت معايا ب5، يبقى حاصل جمع الاثنين داي ب5. فده كان مثال عشان نفهم بيه الكلاس وازاي بعرف الممبر اللي عندي، الفانكشن اللي عندي كونستراكتور والفانكشن اللي موجود عندي، وازاي بقول البروجرام. طيب عايز اكتب بروجرام، البروجرام ده هيبتدي برنت الفيرست نيم واللاست نيم لاي بيرسون بعد ما يسي ان او بعد اما ياسك اليوزر ان هو يبتدي ينتر الفيرست واللاست نيم. فاعرف هنا هاش انكلود سترينج، وعرفت يوزنج نيم سبيس اس دي، وعرفت البيرسون تايب، وعرفت الفانكشن برنت وسيت النيم. طبعا البرنت هنا تبقى كونستنت، وجيت فيرست نيم هيبقى كونستنت ما ينفعش نعدلها، وجيت لاست نيم هيبقى كونستنت. يبقى الثلاث فانكشن دول ايه؟ دول اكسسور فانكشن، لكن الوحيد اللي يقدر الفانكشن الوحيد اللي تقدر ان هي تاديت وتعدل على الكلاس اللي عندي هيكون مين؟ هيكون سيت نيم. فيبقى دي هنا موتيتور فانكشن زي ما شرحناها المره اللي فاتت، وطبعا الكونستراكتور اللي عندي في حاله ان انا ما كتبتش لا فيرست نيم ولا لاست نيم، فيكون الكونستراكتور اللي عندي هيبتدي يعرفها ان هي ام بي تي سترينج للفيرست ولاست نيم، وبرايفت عرفت الفيرست نيم واللاست نيم ان الداتا تايب بتاعهم سترينج. لما اجي اعرف اليونيفايد موديل لانجوج او اليو ام ال للكلاس اللي عندي، فاعرف الكلاس اللي عندي بالشكل دوت، واعرف لما يكون الاشاره ماينس يبقى في الحاله دي انا بعرف البرايفت ممبر، ولما تكون الاشاره اللي عندي هنا بوزيتيف يبقى في الحاله دي انا بعرف البابليك ممبر، ولو ان هي بروتكتد بعرفها بهش بس دي قدام شويه.
عرفت هنا الفيرست نيم واللاست نيم، وعرفت ان ده تايب بتاع سترينج، وعرفت الفانكشن اللي عندي. طبعا هنا ده الكونستراكتور، عرفت الفانكشن اللي عندي، وعرفت الفانكشن الاولى void، والفانكشن الثانيه void، والفانكشن الثالثه value return، هي return بسترينج، وهيكون طبعا البيانات اللي عندي كونست، هيكون طبعا البيانات اللي عندي كونست. طيب فعرفت الديفينيشن بتاعت الفانكشن عندي بتاعت البرنت، فهي برنت فيرست نيم مثلا في لاست نيم، فانكشن تاني سيت نيم هي برنت معايا الفيرست ولاست نيم، وسترينج بيرسون تايب جيت فيرست نيم، والفاليو اللي عندي كونست، يبقى في الحاله دي هي ريتيرن هيرجع معايا بالفيرست نيم، وكذلك اللاست نيم هي ريتيرن معايا بلاست نيم، والكونستراكتور هيبتدي يعرف الفيرست واللاست. في حاله ان فيرست ولاست مش موجودين هيبتدي يعرفها ان هي ام بي تي string. طيب فده كان تاني مثال على الكلاس. هنبتدي نقاد كده فاليو على الفانكشن بتاعت الكلاس اللي هي ايه، اللي هي static variable. لو رجعنا تاني لشابتر 7 كان في مثال كده كنا بنشرحه عشان include io stream using name space std، عرفت function اسمها test، وانت مين وعرفت count، وعملت create for loop ب 5 iteration، هي count معايا من 1 لحد 5 iteration، وفي كل مره جوه الفور لوب بنده على الفانكشن اللي اسمها تيست، يروح ينده على الفانكشن اللي اسمها تيست void test. فعرفت ان انا في عندي الاكس ستاتيك، وعرفت ان انا عندي الواي ب 10، وعرفت ان انا عندي الاكس ايكوال اكس بلس 2 والواي ايكوال واي بلس 1. انا هنا عملت انتر بكام، دخلت بكام الفاليو اللي عندي هنا، دخلت الاكس ب 0 ودخلت الواي ب 10. في العادي ان لو ان مفيش ستاتيك دي، يبقى في الحاله دي هلاقي ان الواي والاكس الاثنين ممبر اللي عندي ايه، لوكال فاريبل. يعني ايه لوكال فاريبل؟ يعني لما باجي اخرج بره الفانكشن اللي عندي هنا خلاص بيحصل دي اللوكيشن للميموري بتاعته، لكن لما بستعمل كلمه ستاتيك بيحصل اللوكيشن للاكس، وبيفضل المكان محجوز للاكس حتى بعد ما برجع من الفانكشن. انا دلوقتي هرجع من الفانكشن هنا وهدخل في الفور لوب خمس مرات او خمسه اتريشن، يبقى في الحاله دي في اول اتريشن انا كان قيمة الكاونت عندي ب 1 والاكس عندي ب 0 والواي ب 10، ففي الحالة دي الاكس بقت ب 2 والواي ب 11. خلصت اول اتريشن ورجعت تاني للبروجرام، فبقى الكاونت اللي عندي ب 2 ورجعت تاني هنا، هل هيعمل ري انيشيلايز للاكس تاني ب 0؟ لا، هيلاقي ان اخر قيمة نون للاكس كانت بكام؟ كانت ب 2، والواي هيعملها انيشيلايزيشن تاني ب 10، يبقى في الحالة دي هيكاونت او هيأد 2 على قيمة الاثنين بتاعت الاكس، يبقى في الحالة دي النيو ريزلت الاكس هيبقى كام؟ هيبقى 4. على عكس الواي هيبقى 10 تاني بلس ال1 هيبقى الريزلت اللي عندي بكام؟ ب 11. ويبتدي كاونت في الكاونت اللي بعدها نفس الكلام، فهيبقى الكاونت عندي بثلاثة، وهيبقى اخر لاست نون فاليو للاكس ب 4 والواي بتفضل 11 في الخمسة اتريشن، والاكس في كل مرة هيبتدي تزيد ب بلس 2 ولا لا، هيبتدي الفاليو بتاعتي تزيد بعدتين. طيب يبقى استنتج ان انا عندي الستاتيك ممبر، الستاتيك ممبر اللي عندي ممكن اعملها ديكلاريشن، بستعمل طبعا الكي وورد اللي هي ستاتيك، وبيفضل اللوكيتد جوه الميمور، طول ما البروجرام شغال بيفضل في اللوكيشن للممبر الستاتيك. طيب نفهمها اكتر، لو نعرف هنا كلاس الستريت وعرفت عندي static integer count، فهنا بقى public static variable، وعرفت function اسمها print والاوتبوت اللي عندي constant، وfunction اسمها set x، وهستعمل هنا قيمة ال a، و static void increment ال y هزود ال y بعدة، و illustrate دوت هنا الكونستراكتور اللي عندي، ده هنا الكونستراكتور اللي عندي، و automatic هيكون ال a equal 0، وعرفت private member ال x، وعرفت ال y ان هي ستاتيك، عرفت الواي اللي عندي ان هو ستاتيك ممبر. فانا عندي دلوقتي كام ستاتيك ممبر؟ في عندي اثنين ستاتيك ممبر، الواي والاكس، بس هو هنا الكاونت بابليك ستاتيك فاريبل، وعندي الواي بابليك برايفت ستاتيك فاريبل. لو حبيت ان انا اعمل انيشاليزيشن للممبر الستاتيك، انا ممكن ان انا اكس عليها بشكل مباشر، ممكن ان انا اكسس على الممبر اللي عندي بشكل مباشر، بشكل مباشر دايركتلي بدون ما ابتدي اقول الكلاس اللي عندي. ففي الحاله دي انا
عرفت الكلاس اللي عندي وسكوب ريزوليوشن اوبريتور، وعرفت الاثنين ستاتيك ميمبر. لما اجي اعرف الفانكشن اللي عندي برنت، فاكتب برنت قيمه الاكس والواي والكاونت اللي عندي، ثلاثه ممبر اللي عندي الاكس والواي والكاونت وست الاكس، فهعمل انشاليزيشن بالفاليو بتاعت الاي واعملها اساين على الاكس، والاستريت انكريمنت الواي في الحاله دي هزود الواي بكاونت، والاستريت الاستريت انتجرال اي في الحاله دي هعرف الكونستراكتور اللي عندي ان الاكس ايكوال الاي. الميزه في الستاتيك ان انا ممكن انكريمنت الفاليو بتاعت الواي بشكل مباشر، وكذلك الكاونت بلس بلس. في الستاتيك ممبر انا بعمل allocation only one memory space لكل ممبر عندي، بعمل allocation only one memory space، يعني اول لما بيظهر عندي كلمه static في الحاله دي بيكون allocation ل one memory ثابت للممبر، او الستاتيك ممبر ثابت ما بيحصلوش دي allocation، ما بيتشالش التخصيص من الميموري للفاريبل. فظهر عندي الواي والكاونت، فيفضل المكان للواي والكاونت طول ما البروجرام عندي شغال في مكان ثابت للكاونت ومكان ثابت للواي. كل الماي كلاس اوبجكت بتريفير تو ذا سيم ميموري سبيس، لنفس الميموري سبيس اللي بيسجل عليها الكلاس كل البيانات بتاعته، على عكس الستاتيك ممبر. على عكس الستاتيك ممبر حتى لو ان انا ما عملتش كول للكلاس اللي عندي، حتى لو ان انا وين نو اوبجكت اوف ذا كلاس سايب موجود، يبقى في الحاله دي بيفضل في مكان للستاتيك ممبر. تاني انا عرفت ان انا عندي مايك، عرفت كلاس مثلا الاستري زي ما انا عرفتها، بس ما ظهرش عندي اوبجكت الماي كلاس، ما عملتش كرييت لماي كلاس اوبجكت، يبقى في الحاله دي مش هيحصل اللوكيشن لاي ميموري سبيس. ولو نفتكر كنا المره اللي فاتت قلت لما يكون عندي كلاس بالشكل ده، انا هنا عرفت ديفينيشن للكلاس وليس ديكلاريشن، لكن لما اجي اعرف ديكلاريشن يبقى اكتب الستريت مثلا اي، يبقى الاي عباره عن كلاس وعملت هنا ديكلاريشن للاي، وبقى في مكان في الميموري محجوز للاي. لكن لو انا ما كتبتش الاي، لو انا ما كتبتش الاي، يبقى في الحاله دي انا عملت ديفينيشن بس، ويبقى في الحاله دي ملهاش ميموري اللوكيشن، ما حصلش اللوكيشن للميموري للالستريت الا لما ابتدي اعرف الا لما ابتدي اعمل لها ديكلاريشن. لكن لما يكون عندي ستاتيك ممبر، يبقى في الحاله دي الستاتيك ممبر هلاقي لها ميموري سبيس جوه الميموري اللي عندي، سواء كان في عندي كلاس اوبجكت او ما كانش فيه كلاس اوبجكت. على سبيل المثال لما اعرف هنا الستريت، الستريت اوبجكت 1 و 2 وكتبت هنا 3 و 5، في الحاله دي انا عملت كرييت لكلاس اوبجكت اسمه الستريت 1 والستريت 2. لما بستعمل في الانبوت بتاعي 3، ارجع تاني كده على الفانكشن، ارجع على الفانكشن اللي عندي، فالاقي ان كان الفانكشن اسمها الستريت ست الاكس انتجر الاي، وكذلك الكونستراكتور اللي عندي بالشكل ده. فانا عرفت الفانكشن اللي عندي بالشكل ده، يبقى في الحاله دي هنده على الكونستراكتور فيبتدي يعرف الفاليو بتاعت ال 3 اللي هي الاي على مين؟ على الاكس، على الاكس. يبقى في الحاله دي هلاقي ان الفاليو بتاعت الستريت اوبجكت 1 الاكس عندي ب 3، والستريت اوبجكت 2 الفاليو بتاعت الاكس ب 5، والواي والكاونت هيبقى كل واحد منهم ب 0. طيب لو انا كتبت الستريت انكريمنت واي وكاونت بلس بلس، في الحاله دي الواي عندي هيكاونت بعد زياده والواي هيكاونت بعد زياده، فيكون لو انا كتبت الستريت اوبجكت 1 دوت برنت هيبرنت معايا الاكس ب 3 والواي ب 1 والكاونت ب 1، وكذلك الستريت اوبجكت 2 دوت برنت هيبرنت معايا ان انا عندي الاكس ب 0 و هيبرنت معايا ال فاليو للاكس ب 5 والواي والواي ب 1 والكاونت ب 1. طب لو كتبت الستريت كاونت بلس بلس، في الحاله دي الكاونت هو اللي هيزيد، هل الكاونت رجع معايا لزيرو ولا جاب اخر فاليو سجلت للكاونت اللي هي كانت
1 جاب لاست نو فاليو للكاونت لان القيمه عندي كانت كاونت ستاتيك وعملها انكريمنت 1 وفضلت الفاليو بتاعت الاكس معمولها انيشاليزيشن ب 3 و الستريت اوبجكت 2 ب 5 والواي فضلت ب 1 ما رجعتش تاني للفاليو بتاعت الزيرو ما رجعتش تاني للفاليو بتاعت الزيرو. فلو ان انا عملت برنت يبقى في الحاله دي الستريت اوبجكت 1 هيبقى 3 1 2 الستريت اوبجكت 2 هيبقى 512. لما احب اكتب بروجرام ينفذ معايا الفانكشن دي في الحاله دي هعرف هنا هاش انكلود ايو ستريم واعرف هاش انكلود الستريت يوزر ديفاين هيدر فايل ويوزنج نيم سبيس اس دي والانت مين واعرف الستريت الستريت اوبجكت 1 و 2 وابتدي اكتب الاول اللي انا كتبتها انكريمنت الواي وكاونت الواي وبرنت الستريت اوبجكت 1 و 2 وبعد ما ازود الواي باستعمال الستريت اوبجكت 1 يبقى في الحاله دي هانكريمنت الواي والستريت اوبجكت سيت الاكس 8 فهلاقي ان القيمه اللي عندي هنا ب 8 وهتفضل معموله انشاليزيشن ب 8 هيتم لها انشاليزيشن ب 8 مره واحده بس لان القيمه اللي عندي مش ستاتيك والستريت اوبجكت 1 دوت برنت في الحاله دي هيبرنت ان قيمه الاكس عندي ب 8 لكن لما استعمل الستريت اوبجكت 2 دوت برنت في الحاله دي هيطبع معايا الفاليو بتاعت الاكس اللي هي 5. الخطوه اللي بعدها الستريت اوبجكت 2 23 في الحاله دي هيبتدي يابديت الفاليو بتاعت الاكس 23 وهي انكريمنت الواي فيكون قيمه الواي عندي ب 3 والكاونت اللي عندي ب 1. فده كان تاني جزء عندنا في الاري تاني جزء عندنا في كلاس في محاضرة كلاس. اتمنى الناس تكون فاهمها. لو حد عنده سؤال يبتدي يكتب لي